خد. يا اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا بيكم، منورينا. ربنا اخباركم ايه؟ كلنا اطلع عزيزه، ربنا. انا شايف ناس جايه من كفر الشيخ وشايف ناس جايه لنا من اسوان. من اسوان مرحبا، ربنا كتر خيركم، نورتونا وخطوه عزيزه والله. ربنا يعز حضرتك. استاذه ساره حضرتك؟ ايوه مظبوط كده. أيوة. والاستاذه هدى، يا اهلا بيكم، اخباركم ايه؟ الحمد لله كله بخير، الحمد لله كله تمام. منافسه ولا عادي؟ لا لا عادي، لا بجد والله. لا والله شفت حتى النهارده صدفه ان انا وهي جايين احمر نفسي ما شاء الله، يعني احمر عشان بقى نيير وبقى كريسماس بقى. ايوه بالظبط كده. يا اهلا وسهلا بيكم، منورينا. نور حضرتك. ابدا باستاذه ساره، حضرتك هتعملي ايه النهارده؟ هعمل النهارده كفته بطريقه سهله وبسيطه كده خالص، بالصلصه والطماطم الشيري وشويه جبن، وهندخلها الفرن، يعني حاجه كده لطيفه وسهله. ان شاء الله. الله ماشي كده. وحضرتك كباب حله. الله الله. طب يلا بينا نبدا، واستنى المسابقه ينزل وندردش مع حضراتكم. تمام نبدا نطبخ، اتفضل.